مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب. Welcome back again. ده الفيديو الثالث وهنشرح فيه المفردات اللغوية، الفوكاب. ايه المقصود بالمفردات اللغوية؟ بيجيب لي اربع كلمات من المنهج، من اللي انت عارفهم، بيحطهم لي كاختياري واشوف الجملة اقراها كويس وايه الجملة اللي ترتبط بالاجابة، ايه الكلمة الصح، يعني ثلاثة غلط وواحدة هي الصحيحة 100%. نقرا الجملة الاولى زي ما انتو شايف: احمد plays football all day، فاصلة كومة he doesn't، هو لا، يبقى أحمد بيلعب كورة طول اليوم. He doesn't، هو لا. Anything else، أي شيء آخر. Else، طيب نشوف الاختيارات: empty، فارغ، رابش، قمامة، recycle، يعيد تدوير، care about، يهتم، يهتم بي. يبقى أحمد بيلعب كورة all day all long، طول الفترة. He doesn't، ينفع أقول empty anything else، ولا rubbish anything else، ولا recycle anything else، ولا care about أحسن، care about anything else. نشوف الجملة رقم 2: علي finally changed his and decided to buy a new phone. علي غير إيه؟ and decided، وقرر، to buy، يشتري فون، غير ايه؟ نشوف الكلمات اللي موجودة: mind، عقل، فكر، ولا فون، تليفونه، ولا career، عمل، ولا دكتور. طبعا غير ايه؟ mind. احسنت. number 3: she always turns off، معلش كلمة off هنا كمان اف، يعني دبل اف، turns off. معناها ايه turn off؟ انا بقول لك before sleeping please turn TV off، قبل ما تنام turn the TV off، تمام، اغلق. turn off معناها يغلق. يبقى هنا بقول ايه؟ she always turns off the lights. ليه؟ to، لكي، فراغ، energy. نشوف الإجابات: empty، فارغ، ولا save، يوفر، يدخر، look after، يعتني بي، ولا recycle. طبعا أنا بعمل turn off لكل شيء عشان to save energy. أحسنت. number 4: أول ما تبدأ الجملة بكلمة آه يبقى لازم اسم وظيفة وراها. I am a teacher، I am a doctor. طب أنت هتقول إيه؟ I am a student، تشوف حطيت a student يعني طالب. يبقى أسماء الوظائف بحط قدامها a. يبقى أول ما تجيلك كلمة آه في بداية جملة يبقى عندي أربع وظائف أختار الوظيفة الصح. a must know how to swim well، مين من الأربع الوظائف دي؟ how to swim، لازم يكون عنده no دراية، how to swim إنه يسبح جيدا. كلمة vet، نيجي لكلمة vet. vet بقول إيه؟ a vet، a vet cares about animals، يعتني بيه. احنا قلنا كلمة care about يعتني بيه، يبقى a vet cares about animals، يعتني بالحيوانات. يبقى كلمة افيت معناها ايه؟ someone وظيفته to care about animals، واحد وظيفته يعتني بالحيوانات، يبقى طبيب بيطري. طب a doctor، a doctor cares about patients، المرضى، يعتني بالمرضى. a lifeguard that works inside the clubs، او على البيتشز، على الشواطئ، ده لازم يكون عنده ايه؟ مهارة، a skill to swim well، a lifeguard. طيب a social worker،
ده deals with in schools، بيتعامل في المدارس مع مين؟ with students، زي الأستاذ ميسرة، الأستاذ وليد النشار، بنسميهم ايه؟ social worker. يعني ايه social worker؟ أخصائي اجتماعي. تمام؟ civil engineer، a civil engineer، أنا عايز أبني بيت فرحت ل civil engineer، مهندس مدني بيعرف designs buildings، builds buildings. يبقى الإجابة هنا إيه؟ a lifeguard. أحسنت. It's bad to throw فراغ outside the bins. كلمة bins اللي هي مين؟ السلة. bad يعني إيه؟ سيء. throw ترمي. أرمي إيه خارج السلة؟ هل grass عشب، forest غابة، rubber مطاط، rubbish. أحسنت. كله شاور على كلمة مين؟ رابش. القمام. brothers، sisters، teachers. should فراغ each others، لازم each others البعض كل منهم. save قلنا يوفر، book إما كتاب أو يحجز، stay يمكث أو يجلس، look after يعتني. يبقى brothers الأخوة مع بعضهم إيه؟ should look after. تمام، يعتني ببعضهم. she is trying to، كلمة try to تحاول، the door الباب، with the key مفتاح، she found in the garden، هي لقت مفتاح في الجاردن. بتعمل إيه للباب؟ طب الباب لو كان مفتوح ما كانت فتحته بدون key، بدون مفتاح. يبقى فين الإجابة اللي هي بنسميها مغلق؟ الكلمة اللي بتساوي مغلق. يبقى she is trying to A the door الباب with the key المفتاح اللي هي she found in the garden، لقيته في الجاردن. كلمة guess تخمن، كلمة break تكسر، ولا unlock تفتح الغلق، ولا manage تنجح. ها، برافو عليك، unlock. نيجي الجملة الأخيرة، trams زي الريلز، زي trains، passes and the underground. underground أي حاجة تحت الأنفاق، بنسميها تمشي تحت الأنفاق، قطار، trains، مترو، الريل. are called، تسمى إيه كل الحاجات دي؟ دي كلها بنسميها إيه؟ tab حنفية، energy طاقة، volunteer معناها، يعني ايه كلمة volunteer؟ متطوع. المتطوع ده بيشتغل without money، without taking money. أو public transport، كلمة public transport معناها المواصلات العامة. يبقى الإجابة ايه؟ public transport. أحسنتم. أتمنى المراجعة البسيطة دي تكون أفادتكم. تمنياتي لكم بدوام التوفيق والنجاح، ولا مدرستنا الحبيبة زيادة في التقدم. وشكرا لكم. أشرف الحجاوي.